أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الأفعال أمثلة المبالغة، وهي خمسة: فعال وفعول ومفعال وفعيل وفعل. نو اتشوارم لو اسمانك وعمل يعني عملي فعل أمثلة مبالغة. جا أمجا أمانش هكو اسم فاعل وان با تسنية بن با جمع بن نخي جمع مصحح بن نخي جمع مكسر بن وفرقناك كاري خويا عندكن وعملي خويا عندكن لهر فعل جلاب انت متعدي تش لازم وق او فعل عملي خو عندك بلام صيغه مبالغه بعمومي بصوره تثنيه وبصوره جمع مصحح زور كمن اگر هات من لجمع دا زور تركي بجمع مكسر دين بمفردي دينو تواو لقل جمع مكسري بزوري دين انا جمع مصحح تثنيه كي تاو تاو كما ام ده فرمي بينج دانن بينج كانش خوخ بحثي عندك فعال وفعول ومفعل وفعل وفعل اجل النسخه كان اي وجد خمسه لبيني بارانتيز دابي بو معناه لم نسخه ده هي النسخه كان كدانيه. قال الشاعر يكدو لنا ك اتشيت اسهر بلين شاهد يكي نحوي بو يكي لو صيغانيه جام جام له قاعده ام صيغه مبالغه جورك دبن عوا دبن يعني باعتبار كيفيه دبن وباعتبار كيفيه تكس باعتبار كيفيه دبن وباعتبار تكسير دبن باعتبار كميتك لا كميتك دا بو تكسير لو كي كدا بو مبالغه كا لا كيفيه كدا بو مبالغه اتر وكل درس بيشوش ابون بحث كردن تبي اما بو زياتر بحث كدن لسر أمثلة مبالغة عوردين وسر كتابة كانيكا ووقتها حتى على شرح أمثلة جاء كتماشا وكان كومال وزني كي تيدان كألم وزنانا دا لم غيري أم وزنانشن يعني أوزانا كي فقد هر أون دنيا وبا بزانين لا وقع دا شاهدي دينة تواني كدل أخ الحرب لباوصا إليها جلالها وليس بولاج الخوال في أعقلة. أم أغايا تعرفي خويك بخوي دنازي وبخوي هلضلي كدل من خل حربي بلى جاء خل حربي هل وكو لخوار وكا فرميتي أخا حال لضميرك مستيرة لشاركي بيشوتر ده كدليا هالا خوارو هنايتي فإن تكفى تتك السماء فإنني بأرفع ما حولي من الأرض أطولا أخ الحرب لباسا إليها جلالها لباس كدبيني ليرا كان دا أو صيغة مبالغة كي أها شاهد كذا كجلالها تاوليتي جلالي اللي ركانه داس لك دو خب منصوب كدو زرت ساك وأو وقتا وليس بولاوج الخوال في عقلة دكري أيش هرب وجور بيت لا قاعدة شون كولاج شري شكله صيغاني كوا صيغة مبالغة لا قاعدة جلالي ركانه دا شاهد تعريف خوي دكاد الله كأم كأغا حالي وأخ الحربي يعني أخ الحربي براي حربة بمعنى يا كسيك بكسيك دلم برا كتي كلبي لقلي لي دور نكبت وحالتي ملازمتك ببيتي دابوي ك لي نفس دلم كسيك حميشة كوري شارو كارزارم لي دور ناكم ولا شارو كارزار لباسا إليها جلالها لباس يعني زهر لبردك إليها برو بوشر تشي لبردك جلالها ها جلال منظور في أوزريانا كلكاتي شردة لبردكرين زور باشا جاء أنجا
دلي تي وليس بولاود الخوالف عقله وما غاية دلي خوي لباري خوي و كسيغنية ك جبان كسيغنية بيغيرت سنوك خوب شارتوا لما لكان دا لحالتي داك عقل بي قاچكاني بلرزين قاچكاني لميدان دا بينغرن او نيمن وشاهد يكش معلومة وباشان ضروب بنصل الصيف سوق سمانها ضروب بنصل الصيف سوق سمانها او دل زوري لدى با تيجاي شمشيركا لساقي بلين وشتركان يعني كسيك بو مهمان پذير بو چونك كسيك زور مهمان پذير بي دبه زور وشتركان پيب كاو بيان خات ارزو سريان برو لتوكتيان كا بوميوانان لين يعني كسيك آوا بوا دقيقة نمش ضروبون هر بو جوريكا أبو جوريكا وككاري خويكا لعقيدة مشخصا وقالوا عرب دلن إنه لمنحار بوائكها مثلا كسيكا زور وشتركان سر ببري دلن منحار زور سر ببرا بائكا بوائك جمع بائكا بوشتري قلويتكي جوانشي لدلن يا والله سميع دعاء من دعاه أما صيغي مبالغة أتاوني وقال الشاعر دلسي أتاوني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد أولي رداء قد بيني شاعر كبياوي كبناوي زيد الخير كبيرشتر زيد الخيل بو بلام بيغمبر إخوانا وكي قولي فرميتو زيد الخيري ري جحاش أو دل جمعي جحشة بجوير ب جحشة كرمة صرفت ميدا أو الخلاصة كرملين تسنية كرملة كرملة لسوزني الزبريج أهان يسويتي أويكا لكيوك لكيوكاني طي كهوزي تيلين فديدش بمعنى صوتة بمعنى دنجة دل أتاني بمن جيشتو على واقعدا ك أو كسانا خلاصي كلام مزقون عرضي أو أنا عرض وشرف وناموس منيان موردي تعندا ومزق ينكدو لا تبار ينكدو دي أو أنا للايمن جاقاك ينيا وكو جا شكركاني كرملين ك أو أعويكا لو شوينا ده لو شوينا ده هيا لو شو ده هيا وكو للأهل من وكو جا شكرا كان كرملين وان لحالك هكلا سلو او دزا كان بتي بزر زر فديت لها بو جحال تشتوا فديت يعني سر معذرة جدر شكلي بي يسر او دي كاتا برموهور زر زر فرمي تيان قلت اوك تيان وزام كاليك دزران اتواقعا ده بي بوشتش بوي داني تي اوا برشدك كسانك أو جي بي حيايان هيا لبابة شخصيتي تو تعنى لشخصيتي تو ددن تقوي أواني كابترسن لخواك شتخراب نكن شتينا شيرين نلن بأدبي نكن بحياي نكن دبي واقعا آوا ودنك بيتوش دبي آوا جواب ديتواني وجوابك واقعا بحق وبإنصاف باشان او مزقونه شاهده که یه مکه عملی خوی کدو ارضی و مفعولکیتی و اکثر الخمسة استعمالا الثلاثة الاولو مصنف فرمی رحمه الله فرمی زورترینی او پینزدانه لجهتی بکار هنانه و سی اولا کانن فعولو مفعال وأقلها استعمالا الأخيراني وكم تريني أو بينزان اللباري كاربودو أم دواني أخيرا فعيل وأقعني شهروابي أم دواني أخير بس يغير مبالغة داناندرين أصل أوايا وكلها تقتضي تكرار الفعل حموي أم بينزانا
يعني هل هم يصير غير مبالغة إذا أم بينجا وغيري أم بينجا هتيا لأصلا كاريان شيء بوتي بكادن اقتضايا كأمان هانا داخوازي كأمان هانا التكرار فعلك بس فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة كسي يكر اللي داوا حستاوا زليكي لمن علي داوا لكسي داوا اتتو وصفي ضرابي بو بكار نابي دبي في بلي ذاريب چونك يكر اللي داوا اشتكى براوة وتاوبوا ضراب بكسي دلن اتش زور ليبدا اعزور زور ليبدا وكذا الباقي باقي كان كشر ابو جورا تو بو كسي كيكر او وصفي تدابي امسي غانا بكارنا يعني كابرايك لهم عمري دا كرت يقريك وتوا ميوان بينو جيسكي كي بوصل برينو لا بلاي انه مثلا لمن حار كورونا ولا قد خدوهني وجي انا اقريو من حارنيا حالي يرزم دبي او وهي في التفصيل والاشتراط كاسم الفاعل سواء أمانة أم بنزانة سوى تصيغ مبالغة لتفصيلات يكا كهبو ولا شرط شروط يكدا كهبو وك اسم فاعل وان تقرأ مصابين اس أم شارانا كخوان مانوان لإعتماد كدا اعتماد يندا وتسلم قبل كي خوان جا حد يكي بجوري قاك تماشا كان واضحة با وقتك زور نجيري زورتك تابلوية كاعتماد يندا وتسلجي أوش أو وإعمالها قول سيبويه وأصحابه عمل دان هاك بو مسلي مبالغة تتوى يا بو أو خمسة أبسيتو إشكالي تياني عمل دان بم أمسلي مبالغة فرمايش تسيبويه ابن طاهر لقل شاق دكيك ابن خروفون بيان وايا همو أمانة عمل دكان أقل بمعنى مازج بن بلاي سيبويه دا فرمي بمعنى حالي استقبال من اعتماد دان أسر يكي لوش تاني كباس من كرت طلاقة بمعنى مازج بن مجرد جبن لأل هر عمل لكن بوتونك بو مبالغي كتيان دا هيا قوتيك وهي زي كيان قرتوا لواقع دا وسماع جواهاتو يعني العرب وابي استراوك أو عمل ينكدو ومحقق رريش هر بري أوان داروشتو بلان ظاهرا أمشتا زور لدروز نتي چونك الدلالة كردني أمسي غان اللسر مبالغة نزيك أن ناخاته ولا فعل تصادفا بنوع الدنيا أن دخاته لو شبهتك وبفعله وهاي أنا أوش شو كلا فعل إما دبني مبالغة هرنيني كذا لا مبالغة أحيانا مبالغش قز وربجيره مبالغة كلا السياق قرون دي كلامك يا بعد الزينة أصلا مبالغة خوتي داني بقلاقتي زور بجي خربا أوش أو وحجته في ذلك السماع والحمل على أصلها وهو اسم الفاعل لأنها محولة عنه لقص المبالغة دليل حجتي سيبوه أصحاب سيبوه في ذلك لمورد أم صيغ مبالغة وصماع لعرب وبسران أم كلمات أم أوزانا عمليا كدرا وباشا دليل جكجو حمل كردنا بوصل أصل كان يعني دام بين وصل أصل إخوان أصل إخوان شكي اسم فاعلة شنك لأنها أم صيغانا أم صيغ مبالغانا تحويل وتغيير يعني تدا دراوة عنه لشيء ولا فاعله لاسم فاعل لاسم فاعله وورجر دراو نوانه تغييرات يعني لصيغة كذا بود رزبو ولا بر ما بس مبالغة بس وقت أصلكي كاردا كحل لسر أصلكي وأمانج بكاري خو يمكن أما فرمودي سيبويه بلن لولا ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها أغاني كوفي ترهمشا للزور بيش وأنا كان ده أرى كان يعني لبرابر سيبويه ده يتر نقطة مقابلة لقد أمان عمل كدين هيتش كامل منها لأمثل المبالغان ريبيا نداوة إجازان نداوة إجازش يان نابي وإجازش يان إجازش نادن دليل يان شدلين لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه أمان دلين أم أمثل المبالغة بيتشواني يان تداها يبو أوزان مزارع وبو معنى مزارع واتا اسم فاعل أقام عمل لك لبل أو كمطابقي وزنكي مطابقي حركات وسكنات مزارعة ومعنى كشيها لو معنى يا حالة استقبال الواقع ده بلان دلا أم أوزاني مبالغة مخالفة يعني هي بو أوزاني مزارع لو أوزاني مزارع الناس لم كرتي تازا أو راس صوايا ولا معناش ده الأبو جوريا وأم جاء أي أو اسمانا كمنصوبا لدو أم صيغة مبالغة وشيان لذا كان جاء وقتها بيش أوكا بلا بتاعي كم شو كقصيش كمان هي
وحملوا النسب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل ومنعوا تقديمه عليها وحمل ينكدوا النسب أو اسمك بعدها لدوا صيغة مبالغة كان وأجي اسمك منصوب حمل ينكدوا تسد تقدير فعلك ومن إيش ينكدوا تقديمه هي تقديمه برنوب أو اسم هذا الاسم الذي بعدها ومن ينكدوا كوفية كان ريان بين داوى اسمك كمعمول بيت فرزاً كب تقدير فعلك منصوبك وخويا دلن من ينكدوا بيشك بس تشيدا عليها بسر أوزاني مبالغة ده دوق سهل هذا أو كذا لي أمان جنابي سيبدا في الأمان لا اسم فاعل ولا اسم فاعل وجداون دقتك أما مطلبك ده داتا دس إما كأم صيغانا صيغة مبالغة واتا وكو اسم فاعل اسم مفعولين للثلاثي وغير الثلاثي والجيلين ظاهري أمر بودتش كأوزاني مبالغة لغير الثلاثي والجيلين وهر واشا اوش که ببشتی چی نادر و نایاب اینا لأصلا ورناجیره لغیری چی لغیری سلاسی اوزان مبالغه ورناجیره او مگر شتیگ نادر بی وکو ابن مالک برحمد بله شرح تسیل فرمویتی زوجاران فعال و مفعال و فعیل و فعول لفعل درو ذکرن لبابی افعال بلان شتی چی نادر یعنی شازه وكو مثلا عرب دلان دراك سار لا ادركيه ولا اسارايا اسارا وقتك مشتاق لبيالك يا بجد من بيالن لا اصلا ها السؤر السؤر لو هتو اسارا يعني اشتكي هشتو لنا وظرف كده دلان سار او معطاء مهوان أصل كان أعطاي وأهانيك هل بها بفعال سميع نذير لا أسمع وأنزل ورجلاون زهوق لا أساق ورجلاون أمانة كهن أمانة بنوع نايب نادر يعني نابنا أو كقاعدة كان سببك بس أوزاني مبالغة فقل ثلاثي مجردة بدزد نل رباعي مجردة همانة نلا ثلاثي مزيدا همانا نلا رباعي مزيدا همانا أما خالك خالي بعدي كوفيا كان دلن أو اسمانا كمنصوب أحيانا لدواء أوزاني مبالغة و ألن منصوب بتقدير فعلك مثلا إنه لمن حار بوائكها أوان دلن إنه لمن حار ينحر بوائكها يا أتاني أنهم مزيقون أها يزيقون عرضي أو دلن بفعلك لواقعدة منصوبا لواقعدة أوش أو بس أوان دوشتيان قلتيان أرزي برادري خومكم دوشتيان قلتيان أو إن اسمك لدواء نوايا بتقدير فعلك منصوبة منصوبونك بتقدير فعلك أو اسمش أحيان كمنصوبة نابي بيش أو زاني مبالغة كشكوية بلان ويرده عليهم قول العربي يا ويرد عليهم قول العربي ده بقى وبي أطلع نسخة من ده نسخة كي من زور معتمدنيا بلان بقى نسخة نيكي لبردستم ده تماشاكم ويرد عليهم بلا يرد ويرد عليهم قول العربي أولا نسخة ده ولنسخة كش ده هل بلا ويرد عليهم قول العربي هل لا كدوسته تيرد عليهم تيرد عليهم فرغناك أقبل يريد يعني وارد دبيت السريع بإيراد وبإعتراس قول عربا كأوادلا يا رد داته لكوفيا كان تي رديان لداته أنا قول عربا كدلا تي أما العسل فأنا شراب إيس أما العسل فأنا شراب دقتك ما بس أويا كتو ناتواني بو العسل فعل مقدرك أما العسل فأنا شراب دقتك شون رحمة لزانان كآوة مطالبي با أرزش ما بو بيان دكن دا لواقع دا دكلي بدو دليل بيت كنكرد عسل منصوب بفعلك دليلي أولا أوي دتواني نوابلين نهر بيك دليلة أو دلين بلان دلين العسل مفعول به يبو الشرابون وفشكوتوا جاء البته لا اسم فاعل جدا امشتهر هبو مفعول اسم فاعل لك ليش شيء كيو هيك شيء يعني او بلان او كبلين او
دقيقا دكتور نقطة مقابلي قصيكو في كان بكوتان ومنعوا تقديمه عليها ككوتان منع يعني كردوا بيش كوتين اسمك بسر أمثلة مبالغة دولي ردا دبيني العسل بيش شرابون كوتو قصيكي منطقي شو عربي شكتو أنا يعني. أما لايك لا شيء كأمجا بويا دروزنيا ليرة دا بوالا عسلا فعلك مقدر كي چونك أمشونا نا قنج فعلك تيا تقدير كي بو چونك أما قاعدة لبيني أما ولبيني فيدا أما فأنا لبيني أو أما أو فيدا ناكرت دقتك ناكرت فاصلة بجيرت بجمليك فعلية جملة فعلية كشرطية نبت دبي أجر لدواء أماوة لبيني أماو في كذا أجر أحيانا جملة كذا بجملة شرطية بيت ديتو فعل مقدر كي بلي أما مثلا دي قد كأما أشرب العسل فأنا شراب غلط بس قصة كي كفية كان لجي خوي دا نية سيبوه برحمة بها لخو إجازة أوشتي نداوة أوش توجيهك ولم يجز بعض البصريين إعمال فعيل وفعل هنديك لبصري كان كتيان إجازة نداوة بناوي صيغة مبالغة وفعيل وفعل عمل كان چونکه دلیلی که شو واقعا من اوزانی صفتی مشبهان باوزانی صفتی مشبهان زیتر انتابه و اجازه الجرمی اعمال فعیل دون فعیل ابو عمر جرمی لبصری کن دل باب فعیل ببیه دتوان عمل که نک فعیل بو چونکه دلیلی انو علی وزن الفعل که علیمه و فهمه چونکه فعیل تاولی دلیل لسر وزنی فعل دت و کو علیمه و فهمه علیمه و فهمه تاولتي وكو فعلوان لوزن ده فضو إشكالي تدانيه أماش كورتيق لموريدي أوزاني مبالغة واسم المفعول كمضروب ومكرم ويعمل عمل فعله وهو كاسم الفاعل لسر اسم مفعول بحث ما نزورني بدليلي أوا هر وبرا وتواني كاسم مفعول لكتابة كاني كجدا لبال اسم فاعل لاتوا وأو شرايتو مسائلك بالنسبة اسم فاعل وديتا بيشا وهر علماء بيقص التوائي كان دلان أماج باسم مفعول ملاحظة دك للواقع ده بالا على النوع وكو مضروب مكرم ويعمل عمل فعله عمل كشي وك عمل فعله خواه كلمة شلوة دجيريه وهو كاسم الفاعل واسم فاعل وياه الزور باشا النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم المفعول اسم مفعول باشا وكوتي وكو مضروبين ومكرمين زور شوانا جاء النوع الخامس من الأسماء التي تعمل عمل الفعل اسم مفعولي النوع بينجم لو اسماني كعملك وعملي فعل اسم مفعول وكو مضروب مكرم وهو كاسم الفاعل فيما ذكرنا على وكو اسم فاعل ويا لو اشتاند كتايسه بحث ما كدو مثلا بونمونا ضل تقول جاء المضروب عبده فترفع العبد بمضروب عبدي بمربى مضروبي مرفوع دكي بو على انه قائم مقام فاعل بلا لسلو كما نائب فاعل هر وكو چون كما تقول جاء الذي ضرب عبده أبطاء من لا ضرب ورناجي مضروب لا يضرب ودجل بلا منتهى أما نزيلك وكو مشهول نائب فاعل لك يعني اسم مفعولش نائب فاعل لك للعوى ولا يختص إعمال ذلك بزمان بعينه واختيك تودلي جاء المضروب عبده اختصاص بيدانا كاد عمل كردني اسم مفعول بزمانك مشخصة وبو لاعتماده على الألف واللام چونك اعتماد لا تسلسل الألف لا وتقول زيد مضروب عبده زرتك زيد مضروب عبده يسلي لك أنا دا عبدو مرفوع بمضروب إيه رحمتي إخوة اللي بي عبدو ليرك أنا دا مرفوع بشي چونکه اعتمادی داره سه الف لام پشتر خیلی من وقتی
ألف لام لسر اسم فاعل بو بهمو زمانة كان دي لواقع ده بهمو زمانة كان دي لواقع ده إيه زور شاكا وقت بهمو زمانة كان دي تبعة خازنا بي بزمانة كي معينة و ببخشن باوي بله اللي اعتمد على الف لام چونك اجي الف لام شو صار قلت ما بو ماضي جدي اسم فاعل بو مضارع بو استقبال جدي بو حال جدي دي امش ابو جوري او وتقول زيد مضروب عبده فتعمله فيه ان اردت به الحال الى استقبال اتو عملك عمل ددي باسم مفعول فيه كلا عبدو دا عملك بك تنافل چونك فيش مفعول بو منصوب بو اسلي كي تنافل مرفوعه كي كي ان اردت به الحال الى استقبال اجي ما بسط في حال استقبال بيقول لك اسم فاعل لو كان الذكر وتجد بيد داسر يكيك لاني سليه داتك داسر تيسر مبتدا ولا يجوز أن تقول مضروب عبده وأنت تريد الماضي وبودني بلي زيد مضروب عبده مبصر في ماضي بخلافا للكسائي كسائي دلي هم اسم فاعل هم اسم مفعول عملي خوان دكنو دكلا بمعنى ماضي جبن أما ببي ألف لام بمعنى ماضي بعملي خويبك قلت ما شيء منطقي وكل اسم فاعل ده بحث ما كرت ولا أن تقول مضروب الزيداني لعدم الاعتماد خلافا للإخفاشي وبودني توبلي مضروب الزيداني الزيداني نائب فاعل به صادي مصدي أبلي نائب فاعل مضروب به بو أهو دروزنا چونك اعتمادي نداوة تسر هشتك خوين من ببتوان إخفاش لإسم فاعل ده خوين من كبالي دبيت اسم فاعل وقت عمل لكات ده باعتمادات السر يا نفي يا استفهام يا نفي يا مخبر عنه يا موصوف يا ذي الحال يا موصول أمشى شانية ده ما هيك كامي كي تدانيه ليرا بس جائزنيا بلان خلافا للإخفاش يبقى في شانية أخفاش بيوابه بيواب دروستا بلان وبجوريك بحثي أوش معنى كلك هر قولي جمهور الليرا ده شتيكي دروستا قولي أخفاش لأصل ده اگریش هندگ اجازه هم پیدا به کجا از بیت چاوله بگمان قولی که قوینیه و پاپشتی نبی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.